بدأ. والله العظيم انا امشي بالشارع وهاي للمشاهدين ولفالح الفياض وللحلبوسي وللسياسيين كلهم. امشي بالشارع ذاك اليوم واواوع على صور الشهداء، بطأت سيارتي احتراما لصورهم واحد واحد وحتى اشوفهم شهداء العراق جميعا. دكتور محمد بس خلصت الاعمدة وما خلصت صور الشهداء رحمة الله ورضوانه، خلصت الاعمدة وما خلصت صور الشهداء اللي بالشارع. لا تدخلون ذولا بقضاياكم السياسية، هاي الدماء الطاهرة تشرف أكبر واحد بيكم، الكلام للكل، أكبر واحد بيكم تشرف هاي الدماء الطاهرة وهم يتشرفون بها. هاي الدماء اللي نسفت تشرفكم كلكم، ولولا هذه الدماء ما قعدتوا على كراسيكم، وهاي كراسيكم اللي كلها مشاكل وكلها فساد وكلها مصايب. فاحترموا دماء الشهداء، لا تدخلون الحشد في قضاياكم السياسية أبدا، لا تدخلونه، لان والله ما حد يحميكم، بالله العظيم ما حد يحميكم غير ذول الناس اللي من الصبح لليل قاعد يدافعون عنكم. هسه شفتوهم لميتوا جنطكم من 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 دخل داعش الى محافظه نينوى، لميتوا جنطكم كلكم، سنه وشيعه وكرد، وشردتوا واللي اجى لهنا تعرفونه من هو، تعرفونه من اللي كان هنا ومن اللي دافع عن هذه الارض. ذولا نفسهم اللي نسفوا دماء، لا تنسوهم، من قياداتهم اللي استشهدوا إلى أبسط واحد بيهم.